هل صحيح أن سيدنا إسماعيل وأمه هاجر مدفونون في حجر إسماعيل؟ هذا قول الخرافيين، يقولون أن فيه 70 نبي في الحجر مدفونين، لأنهم تعلقت قلوبهم بالقبور والأموات، هم يريدون حتى الكعبة يصير فيها قبور والعياذ بالله. هذا كذب وافتراء. والله جل وعلا قال لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الآية الأخرى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. تطهير البيت من الشرك أولى من تطهيره من النجاسات، التطهير عام ولكن الشرك أولى بأن يطهر البيت منه، لا يجعل فيه قبور، ولا تجوز الصلاة عند القبور ولا الدعاء عند القبور. فيصان حرم الله وبيت الله من هذه الخرافات وهذه الأكاذيب. نعم.